انطلقنا وعلى الله توكلنا في معركة الحقائق في معركة ميدان الشحانية 2023. اهلا بالحاضرين، اهلا بالاصايل والمعلنة عن الانطلاق. 52 اسما باحثا عن الناموس. انطلق هذا الشوط 26 المخصص لسن الحقائق القعدان. المسافة هي 3 كيلومترات. لأبدأ بداية موفقة مع من ينطلق مع اول التحديات، لأتابع هذا الاسم المنطلق والحاضر مع اول المنافسات، لأتابع الزناتي فهد بن علي بن عبد الله المهندي يتقدم ليقدم لنا شعاره. اما ثاني المراكز فأتابع الحضور من قبل جاكا علي بن محمد بن راشد بن شابل يقدم لنا جاكا على ثاني التحديات. المركز الثالث أتابع الحضور في هذه الأثناء والانطلاق من قبل الحاضر والمنطلق مع ثاني التحديات. من يحتل المركز الثاني هو جاكا. المركز الثالث الحضور والانطلاق من قبل النشمي عبد الله بن جار الله النابت يقدم النشمي. المركز الرابع الوصول من قبل النشوار راكان بن حزام بن راشد المري يقدم لنا شعاره. أما المركز الخامس فقد أتانا في هذه الأثناء وتحرك واندفع الحاضر والمنطلق في هذه الأثناء. حضر هنا الحاضر والمنطلق الموج علي بن عبد الهادي القيثاني يقدم الموج، بينما عود إلى شعار المحلل المبدع الذي يبدع في هذه الأثناء ليقدم لنا الزناتي فهد بن علي بن عبد الله المهندي يحتل الصدارة يتقدم مع مقدمة الشوط. المركز الثاني وتابع جاك بن شابل يقدم لنا جاك. الحضور والوصول في هذه الأثناء من قبل الحاضر الموج علي بن عبد الهادي القيثاني يقدم الموج. يا هيم المعركة يا حلو المعركة. المركز الثاني وتابع فلج بخيت بن محمد بن عويض بن عويض المريخي يقدم لنا شعار. هنا بن عويض العذبة يقدم لنا شعاره ليقدم لنا هنا الحاضر والمنطلق. هنا المنطلق مع ثاني التحديات مع المركز الثاني وتابع الحضور من قبل جاك علي بن محمد بن راشد بن شابل. المركز الرابع الوصول من قبل فلج بخيت بن محمد بن بخيت بن عويض العذبة. ياهي من معركة معركة الأمتار الأخيرة. ما زال الزناتي يتقدم فهد بن علي المهندي يقدم لنا شعاره بإنجازاته بحضوره المشرف يتقدم الأسماء، بينما جاك بن شابل المهندي اللحظات الأخيرة الأمتار الصعبة. وتابع التدخل من قبل الحاضر هنا شاهين محمد بن حمد المناعي وكذلك تدخل في هذه الأثناء. يا سلام يا هذا الحضور من قبل الحاضر مزيون عبد الله بن راشد بن شير الصنديد يقدم لنا شعاره. الصنديد يتقدم الأسماء بينما المناعي يحضر مع المركز الأول. يا هيم معركة معركة الأمتار الأخيرة. الناموس لمن يتقدم شاهين محمد بن حمد بن عيسى المناعي بن نشيرة المناعي. اللحظات الأخيرة هنا يتقدم المناعي ليقدم شاهين بن نشيرة. يقدم لنا مزيون الأمتار الأخيرة. لمن الناموس لمن الانتصار؟ شاهين المناعي وبن شيرة بن شيرة المناعي. اللحظات الأخيرة الناموس لمن؟ شاهين يحقق هذا الفوز وهذا الانتصار للمناعي. المركز الثاني حضر مع ثاني إلا مراكز مزيون عبد الله بن راشد الشيرة. المركز الثالث إلا مركز الثالث معجب علي بن محمد بن زيد بن الديلة. المركز الرابع المركز الرابع جاك علي بن محمد بن راشد بن شابل. المركز الخامس إلا مركز الخامس مضبوط عبد الله بن حمد بن ناصر السلمين السويدي. هكذا تابعنا وإياكم هذا الشوط الكبير، هذا الشوط المثير. فحضر شاهين ليكون هو البطل المتوج بناموس هذا الشوط لمحمد بن حمد بن عيسى المناعي. التوقيت الزمني 4 دقائق 31 ثانية 30 جزءا من الثانية، بينما
المركز الثاني كان من نصيب مزيون لعبد الله بن راشد بن علي الانشيرة. التوقيت الزمني لمزيون 4:31 32 جزءا من الثانية. تهانينا لك يا بن شيرة على هذا الفوز وعلى هذا الناموس، بينما أتى مع ثالث المراكز معجب لعلي بن محمد بن زيد بن انديلا. التوقيت الزمني 4:35 88 جزءا من الثانية.